هذه الليلة معرض للفنانات التشكيليات العراقيات المقيمات في عمان، وبلغ عددهن 32 فنانة مارسوا جزء من أعمالهم في الجامعات الأردنية وغيرها، لكن وقت الفراغ في ظل جائحة كورونا اللي امتدت إلى حوالي سنتين استغلنها هؤلاء الفنانات، استغلت من قبلهم بأعمال فنية رأينا أن بعضها صالح للعرض، وقمنا بتنظيم هذا المعرض لجزء من هذه الأعمال. حقيقة هاي مناسبة للتعارف مع فنانات عراقيات، يعني قسم منهم مبتدئات وقسم تقريبا نقدر نقول رائعات. الألوان مختلفة، الأساليب مختلفة، وهم جدا سألتهم جدا سعيدين أن يكونون بالأردن ويفرجون شغلهم عن طريق الفنانين الأردنيين وعن طريق التلفزيون الأردني. حضرنا هذا المعرض الرائع الذي يبعث على الأمل في النفوس والتفاؤل في النفوس، ويبعث على روح الإبداع. صراحة اللوحات كانت رائعة جدا من حيث الإبداع في الخيال، وكانت تعطي نوع من الطاقة الإيجابية ونوع من الخيال الإبداعي الذي يعمل على الترويح عن النفس. في كثير من اللوحات اللي شاهدناها في هذا المعرض كانت حقيقة فيها نوع من الطاقة الإيجابية تمد الإنسان، وكأنها تمده وتأخذ من عالم الواقع إلى عالم الخيال. طبعا مشتركة مع تقريبا احنا كلنا 30 زميلة بهذا المعرض، والمعرض هو فعلا يعني انه بعد أزمة كورونا شوية نوع من التغيير، وكل واحدة حضرت مشاعرها وحضرت إلها حضور يعني بهاللوحات اللي تعبر كل واحدة عن طريقة تفكيرها وتوجهها، وبالفعل كان أشبه بالعرس.